بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، على بركة الله وحفظه أعلنت اللجنة هنا مشكورة عن انطلاقة الشوط الأول لأبناء القبائل، شوط التنافس، شوط الشعارات التي سوف أتحدث عنها ويتحدث عنها التاريخ. بسم الله دائما قبل كل انطلاق، على البركة نتجه هناك إلى صدارة الشوط وإلى المركز. إلى المركز الأول لنتعرف على صاحبة المركز الأول المسيطرة على مقدمة الشوط. ما شاء الله، هناك دوما دوما سعيد بن محمد بن أحمد وإبراهيم. المركز الثاني مشكورة، مطر بن سعيد بن حلوة. بينما ثالث المراكز غايل، السيد مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري المنصوري. بينما انتقل الى رابع المراكز من تأتي، حشيمة محمد بن عبد الله بن علي بن واس. انتقل وياكم الى المركز الخامس، اللي في المركز الخامس زعفران السالم بسلطان بن محمد بن واس. وسادس المراكز بشاير بشاير للسيد حمد وقاش بن محمد العامري. السلام يا العامري. بينما اللي في المركز السابع اللي هي انتباه للسيد فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري. نقلتنا على المركز الثامن، اللي في المركز الثامن ولا السابع، اللي هي الحذرة المبارك محمد بن عيسى لمطيوعي. وصل الضبية صالح بن علي بن محمد بالحيمر. نقلتنا على الثامن المراكز اللي من الجانب الثاني، هناك شاهيني سلطان بن مبارك بن حميد الاجتبي. وفي المركز التاسع شاهيني محمد وخلفان الغويز. المركز العاشر الشاهيني مطر بن سالم بن محمد بالهلي الهاجري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، هكذا أيها الإخوة ذعنا عليكم أول الانطلاق، ذعنا عليكم أول ندى للعشر المراكز وفاء وتماما. ولكن ما بهذا الحديث، الحديث على التغيير اللي طرى وجرى على المركز الأول، اللي طرى وجرى على مقدمة الشوط. يا سلام، الكل حاضر يبغي المركز الأول، اللي بالناموس بقول لك دله ورد من خيار السلالة حلوة شكل تشفي العلم والتيم الأفضل هي تنالي. يلا يلا يا أبو نواس، يلا يا ابو نواس. حشيم محمد بن عبد الله بن علي ابو نواس الاكتبي. ولكن بن وقاش حاضر، حاضرا مع بشاير الخير ان شاء الله. حمد بن وقاش بن محمد العامري. النقلة على مشكورة مطر بن سعيد بن حلوة. ثالث المراكز، المركز الرابع زعفرانة سالم بن سلطان بن محمد بن واس الاسامي. ولكن هدوا اعصابكم شوية، المسافة طويلة. المركز الخامس هناك من الجانب الثاني، ولا اللي غيرت هنا اللي هي انتباه لفهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري. السادس المراكز غايل مبارك بن عمهي بن حميد المنصوري. وفي المركز السابع، المركز السابع دوبة الملكية لمحمد سعيد محمد بن أحمد بابراهيم. وفي المركز الثامن ضبية صالح بن علي بن محمد بن الحيمر. المركز السابع. بينما اللي في المركز الثامن ولا التاسع، المركز التاسع اللي الشاهيني اللي مطار بن سالم بن محمد الهلي. وفي المركز العاشر لمحمد بن خلفان الغويس اللي هي الشاهيني. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. يلا 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 يا جماعة، يلا يا جماعة. الأمور تبغي 1+1=2، 1+1=2. الناموس حلو في الشوط الأول، الناموس شيق في الشوط الأول. بنواس بن وقاش وأيضا بن حلوة وبن بنواس أيضا سالم بسلطان بنواس. والآل محمد حاضر، بن فهيد حاضر، فهد بن فهيد بن علي آل محمد الهاجري. يلا يا اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة لمن الشوط والكيلو الأخير. افتح الأبواب الكيلو الأخير، 800 متر الأخيرة. بنواس وبن حلوة
بن واس وبن حلوة. يا سلام يا سلام يا سلام، اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة. الله يا بن واس، محمد بن عبد الله بن علي بن واس مسيطرا على المركز الأول مع حشيمة، حشيمة محمد بن عبد الله بن علي بن واس، ولكن مشكورة مطر بن سعيد بن حلوة ثاني المراكز، مسيطر على المركز الثاني، مسيطر على المركز الثاني، عشقه إلى المركز الأول، عشقه مع المركز الأول، دائما يحب المركز الأول. يلا يا بن واس، محمد بن عبد الله بن علي بن واس، العوير العوير العوير، يا سلام سلام يا بن واس، سلام على هذا الأداء الجميل، يا سلام سلام عليكم يا ابناء بن واس كافة، سلام عليكم يا ابناء العوير كافة، سلام عليك يا حشيمة على هذا الأداء الراقي الجميل، ما شاء الله عون ولون ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي لحظات وصولها، خط النهاية معلن الفوز والناموس، تهانينا لمحمد بن عبد الله بن علي بن واس بمناسبة فوز حشيمة بالمركز الأول. هاي لحظات وصولها خط النهاية، المركز الثاني مشكورة لمطر بن سعيد بن حلوة، المركز الثالث لمطر بن سالم بن محمد بن علي، المركز الرابع شعار حمد وقاش محمد العامري، المركز الخامس صالح بن علي بن الحيمر المري. 6 دقائق 13 ثانية والناموس.